نوبات كنطيبوا المرقة وكتجينا مزيتة، إما كترنا الزيت في النصيب ديال الطاجين أولا طيبنا باللحم ديال الغنمي أولا الدجاج طلع فيه لدم كتير، فباش نزولوا هادوك الدهون الزايدة في المرقة ما عليك إلا تاخدي مغرفة عمريها بالمكعبات ديال الثلج ودوزي هذيك المغرفة اللي حطينا فيها قطع ديال الثلج على داك الليدام وعلى داك الزيت في المرقة، راه كله غادي يتجمع في التحت ديال المغرفة، ونبقاو نعاودوا هذه العملية حتى كنتخلصوا من كل فائدة ديال الزيت أو الدهون في المرقة.